نيجي للمريض بتاعنا بقى كلينيكال بيكتشر. وقلنا كلينيكال بيكتشر نتكلم سيمبتومز وهنتكلم ساينس جنرال ولوكال. كسيمبتومز يلا مين يتوقع؟ واحد عنده بلورال انفيوجن هنشتكي من ايه كسيمبتومز؟ واحد ها الكوز دي عايزه كلام. طيب يحصل له بيت نقف عند البيت، يحصل له دراي كوف ريبيشن، يحصل له ديزني طبعا يا دكتور اللي عايزه كلام. طيب تعالى نقف عند كلمه بين. ايه الفرق بين البين ده والبين بتاع الكلوز؟ بصوا يا جماعه، اولا ممكن اصلا يبقى المريض عنده البلوريتيك تشيست بين عادي جدا، وفوق هذا البلوريتي هو حصل له بلورال انفيوجن. يعني ممكن يجي بستيتشنج بين عادي جدا ممكن يجي لنا بستيتشنج بين. لكن الاكثر لما يتجمع فلويد هنا يا جماعه في البلورا يقول لك يا دكتور انا عندي تقل في المكان ده، يا دكتور حاجه واقفه هنا، يبقى عنده دال ايكنج بين. يبقى هو ممكن يبقى ستيتشنج ثم تحول الى دال ايكنج بين. ودي كلمه مهمه، ليه دال ايكنج بقى يا جماعه؟ لان بقى عنده حاجه قاعده، حاجه عامله كومبريشن، حاجه ضغطه هنا، فده الاصل بتاعه. طب هو ممكن يبقى بلوريتي ليه؟ يا جماعه مش الحته بتاعت الاكسيودات، كان اصلهم دراي بلوريتي ثم حصل معاه اكسيوديشن تحول الى بلورال افيوجن، فهو يبقى ستيتشنج ثم بعد كده تحول الى دار ايكنج. اتفضل. وش لما بيقل عنده البلوريتيك تشيست بين ويبدا يبقى ريبليسد بدار ايكنج بين، او حتى يقول لك لا انا هو ايه الفكره؟ هو الالم بتاع البلوريتي كان بيحصل ان هو فريكشن، فقلت لما بيبقى فيه ميه بينهم اخبار الفريكشن ايه؟ قال لو الموضوع اصلا بسيط، بمعنى ان هم شويه سلاو صغيرين كده عايزين يتجمعوا خلاص ولا يشتكي من اي حاجه، يقول لك الحمد لله خلاص راح. لكن لو عندي ماسيف افيوجن، لو الفلويد بقى كتير لا ده مش هيجي يشتكي من دار ايكنج بين، هيجي يشتكي من كاف عشان الريتيشن، ويجي يشتكي من سيفير ديزنيا. اصلا انت متخيل اللنج مش عارفه دي مش عارفه تفتح، اللنج اصلا مش عارفه تفتح عشان ياخد نفسه، علشان كده يشتكي من هذه الديزنيا. طيب ممكن تلاقي معاه فاهم؟ طبعا اذا كان السبب مثلا تي بي ولا حاجه، لص وبيطيطس وكويس نايت ويت نايت فيفر، ممكن يبقى عنده كاشيكسيا لو كان السبب بتاعه مالجنسي، يبقى على حسب السبب ممكن تلاقي كلينيكال بيكشر. دكتور فضلك الدرايكت بتحصل منها عشان خاطر المرض مش في البارينكيما ولا حاجه، بس هو اريتيشن من بره مش اكتر من كده. بعد كده نيجي للجنرال. جنرال ما عنديش جديد، هو جنرال فيتشرز اوف ذا كوز. اذا كان عندنا سبب ولا حاجه هو اللي يعملها، لو انت حبيت تعمل لها نظام اونطه يعني اللي عايز بيحب الاونطه يعني. هو دلوقتي لما يبقى عندنا هنا بلورال انفيوجن ممثل، هو ده بيعمل ايه في الانترنسلاس كريشن؟ بيعمل ايه؟ اذا قلت اطار النيك ده ايه؟ ممكن تلاقي فيه كونجستد بلسيتنج مثلا يعني، بس هو الفكره ايه؟ الفكره يعني؟ الفكره ان الدم مش عارف يدخل حاجه ميكانيكال، فهو عشان حاجه كده عبط ما حدش بيقولها كتير. تعالى بقى للكلام المهم، عايزين نعمل له انسبكشن وبالبيشن وبركشن وانسلتيشن. ده يا جماعه تخيلوا ان البركشن ده اللي تشفت من اهم الحاجات دي. قول يا دكتور انت متناقض قوي، ده انت في القلب وقلت لنا كررت لنا حاجه اسمها بركشن، وجاي تقول لي مهم؟ لا البركشن في اللنج مهم، البركشن في التشيست ديزيز مهم، لكن البركشن في القلب طبعا يعني كان حاجه ضررها او ضررها اكثر من نفعها. طيب نمشي واحده واحده. الانسبكشن لو تكررته على قولي على حاجتين في الانسبكشن، على قولي على الشيب وعلى المومنت. الشيب واحد عنده ماسيف بلورال انفيوجن ايه اللي يحصل؟ ممكن يحصل بلش طبعا في الناحيه المصابه، بس انا دلوقتي معلش يعني خدوني على قد عقلي، انا بصيت على عيان لقيت صدره عامل كده. ما هو ده احتمالي من هنا بلش واحتمالي من هنا الفاش، فانا اقول له ايه؟ خد دمك، بص اللي عنده انفيوجن يعمل ازاي؟ مين اتحرك؟ الناحيه الواطيه، الناحيه السليمه، يبقى هو عنده بادجت ايه؟ عنده بادجت في الناحيه التانيه، دي مهمه جدا، هتلاقي عنده يونيلاترال بادجنج مع السيفير انفيوجن. طيب اخبار التشيست اكسبانشن، خلاص بقى التشيست موفمنت برضه هتبقى ليميتد في الناحيه المصابه، مش عايزه كلام، يبقى انا عندي ليميتيشن اوف موفمنت وعندي بادجنج في الشيب.
هتاخدوه بس كلمه كده جنب الانسبكشن كمان هتكتبوا الكلمه دي وهشرحها نيجاتيف ليتل ساين نيجاتيف ليتل ساين يلا نشرحها ونفهم ماشي بس محدش يكتب اللي انا هشرحه معمول في الكلمة بص هو مين العضلة الرئيسية في التنفس عندنا في الاسبيريشن دايفرام دايفرام بياخد اوريجين منين من الانر اسبيكت اوف لاستريس وبيعمل انسيرشن فين على نفسه على السنترال فين حلو كده لما يجي الدايفرام عشان يتحرك مع النفس بيطلع لفوق ينزل تحت ينزل تحت يطلع لفوق مع الاسبيريشن ينزل تحت فلما ينزل تحت بيشد على الجناب دي شويه فتيجي تبص كده على اي حد هو بياخد نفس حد طبيعي عارف زي كده الحته دي في دخله كده الدخله دي اسمها شادو اوف ذا فراجماتيك ديسند ويتش ابير اون ذا تشيست وول بس طبعا بتظهر حلو قوي يكون حد رفيع لو واحد رفيع تلاقيها باينه حد وبيت ممكن ما تبانش خالص ها ودي اسمها ليتل ساين دي اسمها بوزيتيف ليتل ساين لو انا دلوقتي معايا عيان تشيست وانا جيت قعدته كده ها وبصيت على الجناب دي وقلت له خد نفس جامد لقيت الحته دي بتدخل لجوه ده عنده بوزيتيف ليتل ساين تزعل ولا تفرح؟ افرح جدا افرح جدا عارفين ده معناه ايه؟ ان الدايفرام بيتحرك الدايفرام بينزل طب الدايفرام بيتحرك ها لما الدايفرام يكون بيتحرك يا جماعه ها بينزل لتحت ها دي معناها ان الدايفرام هيلثي زي الفل وجود بوزيتيف ليتل ساين تنفي مرضين تنفي دايفراجماتيك باراليسيس وبلورال انفيوجن طب ما تيجي نقولها بطريقه ثانيه ايه رايكم لو واحد عنده دايفراجماتيك باراليسيس هنلاقي نعمل ازاي؟ جد صح ولا لا؟ مفيش ايه؟ مفيش الدرجه دي؟ طب واحد عنده فلويد انفيوجن وهذا الانفيوجن قاعد هنا ومال هذا المكان؟ مال هذا المكان؟ هتلاقيه برضه نازل كده مش كده ولا ايه؟ يبقى نيجاتيف ليتل ساين تحصل مع مين؟ مع واحد عنده دايفراجماتيك باراليسيس ومع واحد عنده بس اكيد ولا مش اكيد؟ يعني اكيد هو عنده دايفراجماتيك باراليسيس او بلورال انفيوجن؟ لا ممكن تبقى مش موجوده نورمالي ممكن ما تظهرش في حد نورمالي طالما هو حد اوبيس فهمني ولا لا؟ عشان كده دي اسمها ها بنقول عليها دايما ايه؟ ها هي حاجه يعني لما يكون عندي بوزيتيف ليتل ساين اكسكلود يا جود نيجاتيف تنفي مين؟ تنفي الابراجماتيك باراليسيس و البلورال انفيوجن ها لما تلاقي عندك بوزيتيف ليتل ساين تنفي الابراجماتيك باراليسيس و البلورال انفيوجن اما لو عندك نيجاتيف ليتل ساين نيجاتيف ليتل ساين يا اما حد نورمال ومش باينه يا اما عنده بلورال انفيوجن يا اما عنده دايفراجماتيك باراليسيس ده سؤال الاذكياء امتى يكون عندي اكزاجيريتد ليتل ساين لو واحد عنده ريسبيراتوري ديستريس واحد عنده ريسبيراتوري ديستريس فمحتاج ان هو يشغل الديافرام قوي فلما يشغل الديافرام قوي فالساين دي تظهر قوي يبقى مع الريسبيراتوري ديستريس سندروم ممكن يحصل لها اكزاجير حتى في الاطفال بيقولوا عليها ايه؟ يقول لك تشست اندروم في الاطفال هتلاقي الطفل كده صدره اللي عنده ريسبيراتوري ديستريس فين بتوع الاطفال ما يتكلموا؟ مين اللي بيتكلم؟ ها؟ مين؟ بتقول لكم جريد 3 بتاع ده اللي بتقولوا يعني انا ريسبيرات في الستريس فاهمين ولا ايه؟ ها بتلاقي الشيست كده ها بيتطبق لجوه ماشي ما علينا يبقى اللي عنده بلورال انفيوجن عنده بالج عنده ليميتيشن اوف موفمنت اوف افكتد سايد وعنده نيجاتيف ليتل ساين في مشاكل في الحته دي هو بيح فين؟ بيح فين؟ انت سعيد بكده؟ ربنا يسعدك يا رب بس ركز معايا لو عملت سيب خالد يفهم كلمتين انت راجل مخلص الحاجات دي كلها وخلصها في 10 دقايق انا فاهم ورجعت الكارديولوجي بكام ساعه؟ في العربيه رجعت بكام ساعه؟ رجعت بكام ساعه يا حسين قول بصراحه انت كسلت ولا ايه؟ امال ايه رجعت بكام ساعه؟ ما رجعوش عشان نشوف نيجي على انا ليك ده بيقول لي ساعتين لمتك الكارديولوجي كله انا ساعتين صوت على اول البنات اللي عندي اللي عاوزوا شهرين يذاكروا كارديولوجي انتوا بوظت السنين يعني
فورتن ديلتا. يلا بقى يلا بس بالبيش خلاص خلاص يلا بالبيشن بالبيشن عايزين نعمل بالبيشن هنعمل بالبيشن اسال سؤالين ورد عليا لو سمحت لو سمحت لو تكرمت. اخبار الميدياستاين ام ايه في حالات دولور الافيوجن؟ ما حدش يجاوب غير اللي هيجاوب. انا بسال الناس ها اخبار الميدياستاين ام ايه في واحد عنده بلورال افيوجن؟ دكتور يعني ايه ميدياستاينم؟ لما اذكر كلمه ميدياستاينم هنقولها بتفصيل واناتومي، لكن يهمني فيها حاجتين، يهمني فيها التراكيا والقلب. وطبعا القلب مش بقصد القلب كله، اللي انا بشوفه هي الايبكس اوف ذا هارت. لذا هقول لكم وهنتعلم في الكلينيكال، اذا طلب منك في الامتحان الكلينيكال اكزامين ميدياستاينم كلكم بتعملوا الايه؟ كلكم بتجروا على التراكيا وتسيبوا الايبكس اوف ذا هارت وتنقصوا نص الدرجه. لما يقول لك اكزامين ميدياستاينم يبقى تقول الايبكس اوف ذا هارت والتراكيا. وعايز اقول لك حاجه، الايبكس اوف ذا هارت قبل التراكيا. قبلها قبلها ليه يا دكتور؟ هقول لك ليه. هو دلوقتي لما حد يبقى عنده بلورال ديفيوجن والفلويد بيتجمع، الفلويد بيتجمع تحت ولا فوق؟ تحت. جاي جدا تحت عشان ليه؟ عشان الجرافيك فيتجمع تحت. حلو كده؟ لو هو مايلد بلورال ديفيوجن يعني شويه فلويد كده ناس صغيرين يتجمعوا هنا مش عارفين يزقوا اي حاجه. طب لو هو مودريت هيزق مين؟ هيزق مين الاول؟ يبقى انا هفحص مين الاول؟ الايبكس. لانه لو مودريت هيزق الايبكس مش هيزق مين؟ ها التراكيا. طب لو هو سيفير بقى طلع لغايه فوق هنا التلوث لغايه هنا ها هيزق الايبكس وهيزق مين كمان؟ ها التراكيا. اذا كان مايلد انفيوجن نو شيفتنج، اذا كان مودريت انفيوجن اذا كان مود هيزق الايبكس هيشفت القلب، اذا كان سيفير هيزق كل حاجه، هيزق الايبكس وهيزق التراكيا كمان. خد بالك يبقى كلمه ميدياستاينم ما حدش ينظر اليها من منظور التراكيا اكزامينشن فقط. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه وده سؤال عكسي تماما، هذا سؤال يخض بصراحه وده بيتسال في الكوره. الدكتور يقول لك هو اللي عنده يا ابني افيوجن ها الميدياستاينم تروح لفين؟ يقول اكيد يعني الاوبس ترايس. يقول لك حلو، امتى يبقى عندنا بلورال ديفيوجن والميدياستاينم از شيفتد تو ذا سيم سايت؟ لو كان هذا الافيوجن حاجه من الاثنين، مالجنت افيوجن او كرونيك افيوجن. مالجنت افيوجن سؤالين صباح الفل. اميره سالم سالم سالم. بص يا اميره، احنا بنقول لما يحصل عندنا بلورال ديفيوجن يزوق الميدياستاينم توز اوبز سايد. قشطه؟ انت لما عندنا ديفيوجن وياخد الميدياستاينم من السيم سايد. في حالتين، اذا كان مالجننت ديفيوجن، لان مع المالجننت ديفيوجن الجامعه بسرعه طلعت عضل فيها ايه؟ كولابس. والكولابس بيعمل ايه؟ بيشد السيم سايد. وارجوكم محدش يتفزلك عليا. عشان واحد يقول لي دكتور احنا عندنا ميه بنزق الاوبن سايد وعندنا كولابس هياخد السيم سايد، يبقى الاثنين هيعدوا بعض يا دكتور. لا لا، الافكت اوف كولابس اكتر، لان الكولابس ده اللنج هي اللي ماسكه في البرونكس وماسكه في التراكيا، فالافكت بتاعها هو اللي هيكون اوضح. تاني واحده الكرونيك، مع الكرونيك افهم الحته دي برضه، مع الكرونيك بلورال ديفيوجن لو واحد عنده بلورتي لفتره طويله او عنده بلورال ديفيوجن لفتره طويله عمال يحصل اريتيشن للبلورا، الاريتيشن للبلورا عمال يجيب انفلاماتوري سيلز من ضمن الخلايا اللي بتيجي الوحشه فايبروبلاست، وهذه الفايبروبلاست تبدا تعمل فايبروزز. طب والفايبروز يعمل ايه في المدياستاينس؟ يشدها للسيم سايد. يعني كان الجواب المختصر، امتى يا ابني امتى يا ابني البلورال ديفيوجن ياخد المدياستاينس من السيم سايد؟ اذا كان في اندرلاينج فايبروز اور كولابس. underlying fibrosis مع الكرونيتي، underlying collapse مع ها المالجمنت انفيوجن. مفهومه المعلومه دي؟ ها سهله ولا صعبه؟ نعم الكولابس مالجمنت انفيوجن، الفلويد اتجمع بسرعه فاللنج قفلت، ما هو الميه عماله تزق 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 فيقفل بسرعه، او فايبروزس مع الكرونيتي. يبقى اذا في البالبيشن انا شفت ايه؟ التشست موفمنت فيها ليميتيشن، انا شفت الميدياستاينم شيفتد وقلنا الحوارات دي. ها الفاريتي بي اف ايه؟ والله ممكن تبقى نورمال او ممكن تقل، اصلا هي ممكن تقل لان يبقى في ميه، فهي نورمال اور ديكريز الاثنين صح مش فارق. طيب تعالى الكلمه المهمه بقى ودي عايزه تتكلم بصراحه. بصوا يا جماعه،
بص لما حد بيحصل له بلورال انفيوجن هنتفقنا انها اول مكان هيتجمع فيه فين؟ هيتجمع تحت هنا ماشي؟ هيتجمع تحت فانت هتيجي تعمل بيركشن هتلاقي فيه ستوني دامنس اون بيز هتلاقي تحت هنا بيزل الحته اللي تحت بيزل ستوني دامنس لان الميه بتتجمع فين؟ تحت and rising into axilla وصفه واحد اسمه اليوس فبيسميه لاين اوف اليوس او ساعات يسموه اس مش عارف ليه يسموه اس واخد بالك فاسمه لاين اوف اليوس قال ايه بقى؟ قال لك يبقى في ستوني دولنس تحت اند رايزنج تو اكزيلا دكتور ستوني دولنس تحت عرضنا من فوق لان الفلويد متجمع تحت لكن رايزنج تو اكزيلا مش مفهومه افهمها لك افهمها لك لو احنا جبنا ده طبق اهو او دور او اي حاجه وجبنا اللي هي الانابيب اللي هي في الشعريه ماشي وبعدين ايه حطينا هنا فلويد ماشي وحطينا تيوب دي في قلب الطبق ايه اللي هيحصل؟ الفلويد ايه؟ هيبقى لايتر ولا يطلع لفوق شويه؟ طب ليه طلع لفوق؟ عشان هي رفيعه فالنيجاتيف اللي فيها زياده فشفطت شويه لفوق دي اسمها خاصيه الانابيب فاكرين؟ خدتوا فيديو بتاع الثالثه ابتدائي ولا ايه؟ فاكرينها؟ فاكرينها؟ هو اللي حصل طلعت لفوق كده طب بص 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 ايه اللي حصل؟ الفلويد اتجمع في البلورال ساك والبرايتال والفيسترال لاير قافلين على بعض كده فبينهم زي ما يكون في تيوب فالفلويد اتجمع لتحت في الطبق وبعدين رايزنج تو اكزيلا ديو تو نيجاتيفيتي اوف بلورال ساك سهله ولا لا؟ لا ليه؟ لا ليه؟ لا ليه؟ ايه اللي صعب في كده؟ ما هي البلوره محوطه هنا لكنها عامله ساك فين؟ مش هي فيك في الجلسه هنا كده في عامله الساك بتاعها اهو ده عامله كده فالفلويد خلاص مال هذا المكان وشويه طالعين من هنا فتلاقيه رايزنج تو اكزيلا حتى لما اجي بص لما اجي اعمل اشعه الحته دي في الاشعه اسمها كوستوفرينيك انجل الحته دي في الاشعه اسمها ايه؟ كوستو مارجن وفرينيك اللي هو الدايفرام هتلاقي الفلويد يتجمع في هذا المكان ويبقى طالع كده للاكزيلا تقول لي طب ايه ده دكتور؟ هو طبعا ما اقصدش طالع للاكزيلا يعني طالع واصل لغايه الاكزيلا يعني طالع شويه توورد اكزيلا بما انه طالع كده بالمنظر ده ايه اللي خلاه يطلع بالمنظر ده؟ النيجاتيفيتي بتاعت البلورال سيل هي اللي شططته كده مفهومه دي ولا لا؟ يبقى قول لي بقى ها واحد عنده بلورال ديفيوجن وعملت له بركشن ايه الفايندنج اللي لقيتها؟ ستوني دانرس ها رايزنج تو اكزيلا ليه رايزنج تو اكزيلا؟ ها باي نيجاتيفيتي اوف بلورال سيل حلو وده الكلام المظبوط وده الكلام العاقل وده الكلام الناس الرايقه وكلام زي الفل وكل الناس سامعين. في ناس بقى كان مزاجهم دول علماء كتير جدا. فكل واحد تطلع في دماغه حاجه يروح عاملها ويسميها باسمه واحنا نفسه. حلو كده؟ بص بقى الناس اللي هم ايه؟ العلم الحرام. العلم الحرام بس هقوله انا بحب اقوله جدا جدا. ها؟ بحب اقوله جدا. بص يا دكتور معلش استحمل معلش لا بص يا دكتور شويه علم حرام بس معلش معلش ادي الدايفرام اهو وادي اللنج اهي قلنا الفيو طبعا بيتجمع هنا يبقى طالع بالمنظر اللي احنا اتفقنا عليه ده بص اللي انا عايز اقوله وادي اللنج الثانيه برضه اهي معانا ها اللي عايز اقوله ايه؟ اتجمع عندنا فيو هنا صح؟ هو لما اتجمع الفيو في هذا المكان وبدا ياكل في هذا المكان ها بدا يمنال ايه اللي حصل في اللنج؟ لما الفلويد ده يقعد شويه ايه اللي يحصل في اللنج؟ مش اللنج كده الجزء ده اتزق منها انا مليت دي فلويد خلاص فاللنج ايه اللي حصل لها؟ اتكبست هنا اصبحت الحته دي في اللنج الحته دي الجزء ده من اللنج مفيش ميه هنا بس الحته دي متطربقه على بعضها لما تتطربق على بعضها والالفيولايت تلم كده وتتقفل دي اسمها ايه؟ كولابس اسمها ايه؟ كولابس يبقى انا عندي الحته دي فيها ميه البند اللي فوقيها ده فيه ايه؟ ايه كولابس؟ اشرب طب الجزء اللي فوق ده من اللنج سليم جدا ما حصلوش حاجه يعني هو مين اللي اتاثر بس هو الجزء اللي ملاصق لحته الايه؟ لحته الشويه الفلويد مفهومه؟ فالجزء اللي فوق ده معنى الكورونيستي يقول لك يا نهار ابيض ده انا نزلت اللنج من تحت التابلت هو انا هسكت؟ هو انا هسكت؟ ده انا احاول اكبر شويه عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل كومبنسيشن فيحصل هنا شويه كومبنساتوري انفيزيما دكتور عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا عندي ستوني دارنس رايزنج تو اكزيلا فوق الحته بتاعت الستوني دارنس مباشره دي فيها كولابس هو لما تيجي تخبط على حته فيها كولابس تخبط عليها النوت بتاعها ايه؟ دارنس
سيقول لك ايه في relative dullness above the area of stony dullness. خدت بالك؟ ما هو الحته دي stony، الحته دي اقل منها شويه، اقل منها شويه عشان في ايه؟ عشان بقى فيها كولابس هيل. طيب والحته اللي فوق؟ بقت هايبرنزم، لان في عندنا ايه يا جماعه؟ يعني كان اسيرت الانفيوجن الى كام طبقات؟ ثلاث طبقات. الطبقه اللي تحت قريب من فوق انزل ستوني دولنس. الطبقه الحته اللي فوقيها اسمها ريلاتيف دولنس، والحته اللي فوقيها طيب الحته اللي اسمها هايبر ريزوننت دي وصفها واحد اسمه سكوديا، فاسمها سكوديا ساين. ماشي. ودوت واحد اسمه جيرلاند، فاسمها جيرلاند ساين. ماشي. قال ايه جيرلاند بقى؟ ده خليك بجيرلاند. قال ايه؟ قال ايه جيرلاند؟ قال relative dullness on area above level of effusion due to partial collapse of the lung. واضح؟ قال لك ايه سكوديات؟ قال لك above the level of effusion there is an area of hyper resonance due to compensatory emphysema. بالله عليك وعلى الفاضي والله يا فاضي. طبعا اساسا يعني وانا اقعد اخبط واعمل الحاجات دي، ده انا بشك ان عنده انفجن مش اكس راي في ثلاث دقايق، بس ما اقولكش لو قابلتها عند الصحراء. خد بالك؟ انا عشان الصحراء انا ما بتعمل له ايه؟ طلع حاجه مش تدعي له يعني. بتعمل له ايه؟ طب تعمل له ايه في الصحراء؟ قول له نام على جنبك في الليل. مش عارف؟ لا بص دي انا لسه ما خلصتش على فكره. لسه ما خلصتش. لسه في واحد يتكلم تاني؟ اقول تاني؟ ايه اللي مش واضح؟ بص يا باشا. بص ركزوا معايا ركزوا معايا. احنا قلنا ان الجمع عندنا الفلويد تحت، فالحته دي بقى فيها ستوني دولنس. لما جمع هذا الفلويد يا عبد الرحمن زق مين؟ زق الانفيولاي شويه فتكربسوا على بعض، فعملوا حته فيها ايه؟ شويه كولابس. اصبح فوق الانفيوجن على طول. هو الانفيوجن كان ستوني دولنس، الحته اللي فيه بقى فيها ريلاتيف دولنس، لان الاديه كان ستوني دولنس. يعني ايه دولنس برضه؟ بس ايه سبب الدولنس هنا؟ لما حصل شويه كولابس. طيب فوق بقى الجزء اللي باقي من اللنج هل هيسكت ولا هيتعمق؟ يعني هيكبر، هيكبر فيحصل فيه انفيزيما فتعمل هايبر ريزونانت. انزل باللي بعدها ولا ايه؟ انزل باللي بعدها. بص يا باشا، بص الحته دي برضه هي بركشه. يا واد انفيزيما هوا، انفيزيما يعني زي مين بيسال؟ انفيزيما يعني زياده الهوا، مفيش ميه هنا خالص. بص يا باشا 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 بص بس دي حصل هنا انفيوجن كتير قوي. هذا الانفيوجن بقى ماسف، بص لغايه هنا. عمل ايه في القلب والمدستاين؟ زقهم لفين؟ الناحيه الثانيه، راحوا هنا كده. فضلع واحد اسمه ايه بقى؟ اسمه جروكو. ها جروكو. ها معلش طلعوا اسم عندكم مكتوب غلط في الجدال. لا لا ها جروكو. ها جروكو ده قال ايه بقى؟ قال ايه؟ قال في تريانجل، التريانجل كمان، تريانجل اوف دولنس اون ذا اوبوزيت سايد اوف بلورال افيوجن ديو تو شيفتنج اوف ميدياستاينر على الناحيه الثانيه. ايوه مش عندي له قلبي افيوجن في الناحيه الشمال مثلا؟ انا عندي فيجن في الناحيه الشمال، فزقت القلب والحاجات اللي جنبه للناحيه اليمين، قال الناحيه اليمين، فلما اتزقت كده للناحيه اليمين، انا اخبط انا على الناحيه اليمين تحت كده، الاقي في اريا اوف دولنس. ايه الاريا اوف دولنس دي؟ على فكره كلام منطقي والله يا جماعه. ها دي الناحيه، ها اللي الفلويد ماله، ها الفلويد اللي سوري الميدياستاينر راحت ناحيتها، بس ده على الناحيه الثانيه، يبقى انا عندي ثلاثه ستايلز، اثنين على نفس الناحيه وواحده على الناحيه الثانيه. الاثنين اللي على نفس الناحيه، ها على نفس الناحيه، ها اللي هو ها جيربلنت اللي هي اريا اوف فيلنت دولنس، والسكوتياك اللي هي اريا اوف هايبر ريزنس. وعلى الناحيه الثانيه اريا اوف دولنس عشان شيفتنج اوف ميدياستاينم، ها ودي قلنا اسمها ها جروكو. يبقى خد بالك على فكره انا كنت الكلام ده انا ما كنت بشرح والله، حتى لو في التسجيلات القديمه تقولي مش قايله، اقول لك ايه العبط ده، انا كنت بقوله كده اقول لهم ارموه. لغايه لما دخلت والله كنت بقيت في الامتحان، طبعا انا عن نفسي مستحيل اسال كده، اقول لك كلام حرام يعني، واخد بالك؟ والله حرام، والله انا عارفه عشان اقوله لكم بس، فاهم؟ لكن ده مش كلام براكتس يعني. اصل انا ببساطه في البراكتس انا هعمل هشك ان في حاجه ستوني بارز براكتس بيسوها زله، يلا اكس راي وخلص الليله والموضوع انتهى. لكن في بجد ناس تعاني من فراغ بقى. انا لقيت فعلا دكاتره، والله لقيت استاذ وحد بناين مش حد مريجمنت بيسال من الحاجات دي. قلت اما البناين بيسال من الحاجات دي. بيسالوا من الحاجات اللي احنا ما بنذاكرهاش عشان هي
لا والله مش عارف. فمشكله بجد يعني لما تلاقي ناس كده. وانا عايز اقول حاجه ها، وسجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. انا ماليش لازمه، بس انا وجهه نظري المتواضعه جدا جدا جدا، طول ما احنا بندرس الحاجات دي ما نعلمش الطلبه السي تي والام ار اي والايكو، ما احناش متقدمين بس عشان عارفين يعني. ما ده هنفضل كده ايه، هنفضل في الاخر اصل يقول لك بس احنا عندنا كلينيكال سنس ما حصلش. يا فرحتي ها ها، الناس بقت تطلع مش عارف الغلط بقى ليه، واحنا بقى عندنا كلينيكال سنس. ماشي يعني طبعا نسال الله السلامه. انت مقتنع بكل دلوقتي لما يكون عندي بلورال انفيوجن في الناحيه اليمين وانا احط السماعه على المكان اللي فيه بلورال انفيوجن، هل الحته اللي فيها بلورال انفيوجن اللنج عارفه تفتح وتاخد هواء وتخرج هواء؟ لا، عشان كده هيبقى عندي نو اير انتري او ديكريز اير انتري، ودي كلمه مهمه. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اسمع شويه حاجات عايز اوضحها بس كده لحضراتكم ها، وبعدين هنقولها تفصيلا ان شاء الله في الكلينيكال. افهم معايا كام نقطه اللي عايز اقولهم. المفروض ان الهواء الطبيعي بيدخل في التيرمينال برونكيول الالفيولار كده، فيدخل كده ويلف هنا ويخرج تاني ويحصل عمليه جات اكستشينج. حلو الكلام؟ مفهوما؟ وهذا نوع من التنفس هو الطبيعي اللي عندنا اللي اسمه ايه؟ فيزيكولار بريثنج. ماشي؟ ماشي؟ اي حاجه تقفل الالفيولاري وتخليها اوت اوف فانكشن، الهواء بيدخل كده ويلف ويخرج كده زي ما دخل زي ما خرج. هل وصل لغايه الالفيولاي؟ لا، يبقى هذا نوع من التنفس اسمه ايه؟ اسمه برونكيال بريثنج. حلو الكلام؟ ايه الامراض اللي تعمل برونكيال بريثنج؟ هم 3 سيز. كونسوليشن، ليه؟ اصل الكونسوليشن الالفيولاي مليانه دم واكسيوديشن وباص وبلاوي. كذلك الكولابس وسبيتنت برونكس، ودي منطقيه جدا. كولابس يعني الالفيولاي ايه؟ قفلت، فالهواء دخل في برونكس وخارج من برونكس. ها التالتة كافيتي لازم يكون حواليه كونسوليشن. المهم دلوقتي، واحد عن طبق الكلام ده، واحد عنده بلورال ديفيوجن. ماشي؟ فالفلويد اتجمع هنا، كل ده فلويد لونه ابيض طبعا، ها اتجمع هنا. ايه اللي حصل في الحته دي من اللحظه؟ الجزء ده بالذات. ايه اللي حصل في الجزء ده؟ كل ده صح؟ طيب هي البرونكس مش جايه من فوق من هنا؟ طب البرونكس مفتوحه ولا مقفوله؟ خلاص، يبقى الجزء اللي بصوا يعني الابر ليفل اوف بلورال افيوجن ينطبق عليه كلمه مهمه كولابس وذ ابيتنت برونكس. كولابس وذ ابيتنت برونكس. اسال السؤال مباشره، البريد ساوند اللي هتسمعه فوق الاريا اوف افيوجن ايه؟ برونكال بيزنج. ليه ما سمعتش فيزيكولر؟ لان الالفيولاي مالها؟ الالفيولاي مقفوله، فلما تكون الالفيولاي مقفوله ايه اللي يحصل؟ الهواء يدخل ويخرج بنفس المكان من غير ما يبقى عندنا افكت اوف الالفيولاي خالص. فاهمين حاجه ولا لا؟ يبقى دوت اسمه برونكيال بريثنج على الابر ليفل، ودي تبقى عارفها دلوقتي وهاجي هتكلم عليها بعدين واقول لك حاجه اسمها ايجوفوني وحاجه اسمها بروكوفوني، هتتشرح تفصيلا ان شاء الله الاسبوع ده وهتبقوا فاهمينها كويس قوي. طيب احنا كده علم الدنيا، واحد عنده بلورال افيوجن كسيمبتومز بيشتكي من ايه؟ سيمبتومز الكوز ها، تشيست بين دار ايكنج غالبا اذا كان سيبين طبعا، وعنده دراي كاف وعنده ديسريا. طيب لما يجي نقول لك كجنرال مفيش حاجه قوي في الجنرال، لكن كلوكال انسبكشن عنده بارج وليمتيشن اوف موفمنت ونيجاتيف بليد ساين بالبيشن، التي بي اف طبيعيه يا اما قليله، والميدياستاينال شيفتد. بس الميدياستاينال ايه بقى؟ لو كان مايلد نو شيفتنج، لو كان مودريت افيوجن شيفتنج اوف ايبكس، لو كان سيفير افيوجن شيفتنج اوف ايبكس اند كراكيا. ثم البرفشن هتقول لي جمله واحده، تقول لي ايه؟ هتقول لي ستوني بيزل ستوني دانلس اند رايزنج تو اكزيلا، ولا تذكر الاشياء الاخرى الا اون ريكويست. على الاوسكارتيشن هتقول لي نو اير انتري نو بريث داون، في الحته اللي جايه افيوجن عندي برونكيال بريثنج عند الابر بوردر اوف افيوجن، هيقابلك حاجه اسمها ايجوفني وفوكال ريزنس، دي هجيلها لغايه لما اشرحها. ماشي كده الحال؟ يبقى دوت كان كلينيكال بيكتشر.